شركة جوجل أتاحت في ديسمبر الماضي تطبيق Trusted Contacts على متجر جوجل بلاي، وذلك ضمن تطبيقات السلامة الشخصية، والذي يتيح مشاركة الموقع مع عدد من جهات الاتصال في حال وجود حادث طارئ. والآن الشركة أتاحت هذا التطبيق رسميا على متجر أبل ستور. أما ما يميز التطبيق فهو إضافة إرسال الموقع الجغرافي تلقائيا مع الأطراف المحددة مسبقا في حال عدم الاستجابة للنداء من الطرف الآخر لفترة حددت من 5 إلى 60 دقيقة على الأكثر.